ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قام الفنان المغربي زكريا الغفولي هذا المساء بزيارة الطفل يونس الذي اشتهر في شريط فيديو ببيكالتي في بيته الكائن بدوار أولاد رافع التابعة لإقليم الجديدة. فبعد الحوارات التي أجرتها معه منابر إعلامية مع الطفل يونس والذي صرح فيه أنه يحلم بحيازة دراجة هوائية، مضيفا في نفس الحوار أنه من المعجبين بالغفولي حيث أدى في نفس الحوار إحدى أغانيه، تجاوب الفنان المغربي مع الطفل وقام بشراء دراجة هوائية له وذهب لزيارته في بيته. ولقد أعرب الطفل عن فرحته الكبيرة بزيارة الغفولي وأيضا بالدراجة الهوائية حسب المصادر التي توصلت بها ماروك أخبار يومية، حيث قدم الطفل شكره لجميع المغاربة الذين تعاطفوا معه وأيضا للغفولي الذي قام بزيارته مباشرة بعد وصوله من باريس. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.